ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الحمل، توقعات النص الثاني لشهر يوليو لعام 2021. برج الحمل، احنا عندنا النص الثاني لشهر يوليو مهم جدا. ليه؟ لان عندنا حركات كتير وتغيرات مهمه جدا. ليه؟ او عندك ايه اللي في دماغك؟ صراحه الامر برضو انت عندك في دماغك حاجات كتير ليها علاقه بالتغيير، ليها علاقه بالاستقرار، ليها علاقه بالنجاح. يعني انا لو هسمي حاجه او هسمي مثلا العنوان للنص الثاني، فانا اسميه النص الثاني هو انت عندك شهر النجاحات. بس من يوم 21، لو هتكلم من يوم 21 لحد اول 3 اسابيع من شهر اغسطس، فهو ده يعتبر بالنسبه لي شهر النجاح الفعلي لاصحاب برج الحمل. فاهمني اقصد ايه؟ فانت عندك النجاح قادم جدا، النجاح اللي ليه علاقه بالحسد، اللي ليه علاقه، هو في عندنا مجموعه الابراج الناريه والابراج الهوائيه هم الاكثر حسد، المحسودين كتير خلال الفتره اللي جايه. ليه؟ لان الشمس هتروح لبرج الاسد، وده بيدي لك نوع من انواع الطاقه والايجابيه والجاذبيه والحب والاستقرار والرجوع. وكمان هيكون بالنسبه لك في زواج او خطوبه، اصلا انت عندك النص الثاني في فرص كتير للاتفاق العاطفي والزواج والخطوبه. طيب بالنسبه كمان ان انت عندك في مولود جديد، ده بيعمل رباط ما بينك اكتر وما بين الشريك. الاجواء مهمه جدا جدا. تعالوا نتكلم اكتر على الوضع جزء جزء، يعني نتكلم على الامور المهنيه الاول. بالنسبه للوضع المهني، انت عندك في نوع من انواع التقدم الهائل وفكر جديد وعندك طموح قوي قوي. عندك فكرة الإصرار على إنك تنجح وعلى إنك تحقق ربح مادي بشكل مميز، وعلى إنك أنت تكون بتلمع أكتر، وإن يكون الأضواء تتسلط عليك، وإن أنت تكون قادر على إنك أنت تأسس لنفسك أرض صلبة تعرف تقف عليها. يعني مهتم كتير بشغلك، مهتم كتير بنجاحاتك، مهتم كتير إنك تثبت نفسك في مجال معين، خاصة لو مجالك حر، يعني لو مجالك أنت انت مدير نفسك. يعني فلو انت فعلا شخص مدير نفسك، فيكون عندك نجاحات متميزة جدا جدا. برج الحمل، انت بالنسبة لك كمان في نجاح مهني ليه علاقة بان انت بتعلى في عروض مميزة قوي. برج الحمل يمكن من اكتر الابراج اللي عندها عروض مهنية، وعندهم تقدم مهني، وعندهم سعي ورا النجاح، وعندهم كمان ان كتير هيكون بيقرب منك نتيجة نجاحك المهني. عارفين فكرة ايه؟ ايه ده ترقى بقى مدير، لا نلحق نقرب منه لحسن يخصم لنا الاجازات، حاجة زي كده. فعندك ده قوي يا برج الحمل. برج الحمل بالفعل كتير عايز يقرب منك للمصلحة، وكتير عايز يقرب منك عشان يعرف انت بتعمل ايه ونجاحك عامل ازاي وخطواتك ايه، عشان يتعلم منك او يحسدك. فكون حريص قوي قوي قوي. برج الحمل برضو في الامور المهنية، ان اللي ليها برضو علاقة بان يعني حد بيدعمك، ان حد بيقف معاك، ان انت بتتعرف على اشخاص مهمين، اشخاص قادة، اشخاص قويين في مجالهم او مكانهم، فبيبدأ ان هم يساعدوك او يعرضوا عليك عروض مهمة. عارف فكرة ضربة الحظ؟ ان عندك في شغلك او مجالك اللي انت موجود فيه، خاصة للناس اللي بتشتغل شغل خاص او شغل حر بدون ما حد يتحكم فيهم، او لو عندك مجال اضافي انت بتشتغل فيه، لان عند برج الحمل فرص كبيرة قوي قوي ليها علاقة بالمجال الاضافي او مكان اضافي، بتشتغل في مكان جديد او مكان اضافي او شغل اضافي انت بتعمله، فعندك ده جدا. هيكون عندك اشخاص كأن ضربة حظ. عارف فكرة لما يطلب منك طلبية معينة، او يتعمل او يبقى في عرض قوي 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 ليك، فبتبدأ ان هوب العرض ده بيجيب لك او بيدفع لك ناحية تحقيق اهدافك وتميز فوق اللي انت كنت ممكن انت توقعه او تتخيله، فده موجود كتير يعني عندك. ففي عروض حقيقي مهنية، اما تعملوش زي يعني انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي، كل ما يبقى عندي عروض مهنية حاجة تحصل فأجل فخلاص يعني بجد. وبعتذر لكل الناس اللي هم طلبوني في العروض دي كلها، لان معلش واحدة مامتها لسه ميتة، بحاول اضحك اه والله بس شوية. المهم برج الحمل، برج الحمل فبالنسبة لك ان انت عندك في تميز مهني، في حركة مهنية، في عندك ان انت بتوصل لطموحك واهدافك بشكل تدريجي، بس انت فرحان بده ومبسوط بده اكتر. برضو النجاحات المهنية او المادية او تحقيق الربح المادي اللي هيكون حاجة عن طريق الاستثمار،
لان زي ما قلت لكم اول السنه ان برج الحمل بيسعى للاستثمار وهيكون تفكيره في النص الثاني بشكل تدريجي للاستثمار. بدا برج الحمل انه يفكر في مجال الاستثمار خلال الشهر ده. انت عندك النص الثاني لو انت بتشتغل في مجال الاستثمار فهيكون عندك ضربه حظ مميزه. فبرج الحمل استعدوا لضربه الحظ الحلوه جدا 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 ليكم قادمه ان شاء الله خلال النص الثاني، هيكون ده وضع داعم جدا جدا ليك. بالنسبه للتعاملات الورقيه والحاجات دي كلها، انت عندك مستند بتستلمه، عندك في حاجه ليها علاقه بعقد، في حاجه يعني بتمضي عقد، في اتفاق، في حاجه ليها علاقه بمستندات، ليها علاقه باوراق، ده موجود كتير. برج الحمل بالنسبه للامور خلوني اتكلم على الامور الدراسيه خلال النص الثاني. الامور الدراسيه انت عندك اهتمام قوي بانك تنجح، بانك توصل، بانك تحقق اهدافك. كتير عايز يكمل دراسات، او كتير ممكن يكون عمل دبلومه، عايز يكمل ماجستير، عمل ماجستير، عايز يكمل دكتوراه، عايز ان هو يعمل مجال جديد، حاجه جديده. فعندك ده برج الحمل عايز يطور من نفسه قوي قوي، وبيبص لنفسه جدا، وعنده طاقه حلوه قوي، والطاقه دي بتتجدد لحد ما هندخل في كمان اول 3 اسابيع من اغسطس. طيب المهم، فانت عندك نجاحات حلوه قوي يا برج الحمل. الامور العاطفيه بالنسبه لك رائعه ومتميزه، وانجذاب خطير جدا من الجنس الاخر ليك، وكمان محاولات للحب والرومانسيه والهدوء في العلاقات، وانك تصلح العلاقه، وانك تهادي الشريك، وانك تكون قريب منه وتزود اهتمامك اكتر، لان عندك كمان الشمس موجوده في الاسبوع الثالث في برج السرطان اللي هو بالنسبه لك بيت العائله والمنزل. فانت عندك اهتمام بالاسره بتاعتك، اهتمام بالشريك، اهتمام باولادك، اهتمام بمولود جديد، لان عندك مولود جديد يا برج الحمل. فعندك اخبار كتير ساره صراحه كمان، خاصه لحد يوم 28 يوليو انت عندك مولود جديد او صحه انجابيه. فعندك ده، عندك ترابط اكتر، ده بسبب كوكب المشتري، كوكب الحظ اللي موجود في برج الحوت بيعمل لك الاضافه في النقطه دي. طيب بالنسبه برضو لنقطه ثانيه مهمه، انت عندك في الامور العاطفيه زي ما قلت للناس اللي مش مرتبطين في جاذبيه، في حب، في زواج، في خطوبه، في عقد اتفاق، في بدايه جديده، في الحب الشوق بولبوف، يعني عندنا حب كتير. اما بالنسبه للناس المتجوزين، انت عندك ان انت بتستعيد علاقتك مره ثانيه، بتستعيد حبك مره ثانيه، عايز ان انت تصلح العلاقه، عايز ان انت تحسن الدنيا، عايز ان انت في حاله من الحب وحاله من العشق، ويعني ربنا يعني يجعل في حياتكم بركه يا اصحاب برج الحمل، لان برج الحمل عندك كتير باصص لك في علاقتك العاطفيه خاصه من المقربين ليك. كتير بيقول لك او بيبص ليه انت تكون مبسوط؟ ليه انت تكون ليه تتحب وليه تحب وليه تعمل وليه تهادي وليه تتهادى وليه؟ فعندك اشخاص باصين لك في العلاقات العاطفيه. عشان كده ارجوكم صدقوني، انتوا كل لما راجعوا نفسكم، لما بيحصل حاجه حلوه في العلاقه العاطفيه بتاعتكم وحد عرفها بيحصل ايه؟ اذا حصل ان العلاقه العاطفيه دي تمددت وبقت افضل واحسن، وتعالوا قولوا لي، وتعالوا قولوا لي انا غلطانه. اكيد بيحصل مشكله، اكيد لما الدنيا الحلوه لما بتظهر بره بيحصل مشاكل طين كمان. فخلي بالك انت مش معرض لحسد، انت معرض لسحر، صدقوني انتوا معرضين لسحر، فخلي بالكم جدا، خاصه يا مرأة برج الحمل، خلي بالكم. طيب عامه برج الحمل ففي عندك استقرار عاطفي جدا جدا، ولكن احذر ان الحسد ممكن يبدل الاحوال، وده بتعرفه نتيجه احساسك واحلامك، وان بتحس ان الوضع غريب. فخليك قريب من ربنا، يعني حافظ دايما على الصلاه، والنبي الناس اللي بتقعد تقول على الصلاه ما تقوليش انت انا ما بحطش مولي، ببقى نفسي احط بجيبهم كده اشوفهم الوان وما بعرفش احط عشان ما عنديش وقت اشيله، فاهمني؟ فقربوا كده من ربنا وبتاع، وكلنا ندعي لبعض ان احنا نقرب من ربنا. فبرج الحمل انت عندك حب وعندك قوة، بس ابعد عن الحسد وحصن نفسك. عندك اهتمام بالصحة، عندك ان انت بتدور على استقرار قوي، عندك ان انت في خطوات مهمة قوي قوي في حياتك بتحاول ان انت تسعى ليها بشغف كبير، عندك كمان بدايات، ان انت عايز تبتدي بدايات مهمة وعايز تقرب من اشخاص مهمين. انت عندك على فكرة قرب علاقات بشكل قوي، وعندك صداقات، وعندك زيارات عائلية، وعندك حاجات كتير مهمة ليها علاقة بالمجتمع والاندماج وسط المجتمع. فانت عندك ده جدا يا برج الحمل، وده على فكرة بيعزز من ثقتك في نفسك، لانك انت بتحس ان انت قيمة، وبتحس ان الناس كلها بتبقى عارفاك وبتقرب منك ويوي. فعندك ده، عندك ان انت عايز تبتدي بدايات ليها علاقة بيه، ان انت تعلي من قيمتك، تكبر من نفسك، تزود من هيبتك، ان انت تزود من دخلك، تزود من نجاحك المهني، تزود من ترابطك بالشريك. عندك في حاجات جديدة خلي بالك في حياتك اللي جاية،
اللي هي بدايتها من بعد يوم 21. عندك بدايات كتير، مش عشان الشمس بس هتكون موجودة في برج الأسد، لا، ما هو كوكب الزهرة موجود في برج الأسد، وكمان المريخ موجود في برج الأسد اللي هو كوكب الطاقة، وبسميه شوية زعبيب يعني، تخلي بالك من العصبية والكلام ده كله. هنتكلم على فيديوهات برضو خاصة بالنصائح اللي تخص النص التاني، هتكلم على تحذيرات مهمة جدا هتفيدنا أكيد. كمان عندك بقى كوكب الحظ اللي موجود في برج الحوت دلوقتي، هيكون بيسبب لك نجاح، بس خلي بالك ان اخر يومين عندك مفاجأة حقيقية، مفاجأة من اقوى المفاجآت اللي ممكن تكون بتمر عليك يا برج الحمل، لان ما مرتش عليك المفاجأة دي قبل، بس عندك مفاجأة قوية جدا ايجابية، عندك دعم قوي من اشخاص مهمين، عندك نجاحات، لا 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 ما شاء الله، اقدر اقول ما شاء الله، طبعا قولوا ما شاء الله عليكم يعني عشان انتوا بتتحسدوا من الهوا، بحبكم كتير. برج الحمل ده عامل لي انا بقى حاجه يعني، عاملين لي انا سحر ان انا احبكم، بشوف حد برج الحمل اقول لا انت بص انت كده دخلت قلبي من غير ما تتكلم كلمه، خلاص انتوا كده في قلبي. عامه بحبكم كتير فعلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.